خذنا 2 سوايع دوبا كان دو كوب دو فاستون صالي عادي سيغون شكرا. انتما كتهيئوا العمليه شنو اخر ترتيبات؟ اخترت خصو يكون جميع هذاك اللوازم اللي عندي العمليه باش نخدموا يكونوا واجدين باش نربح الوقت وتا وكنوجدو تا الستاند كنوجدو نحطو حدانا باش تكون العمليه تدوز في احسن ما يرى. الطاقم الطبي موجود دابا كل شيء واجد. المريض تهيئ نفسيا؟ نفسانيا مقتنع كل شيء عارف العمل ديال كل شيء. شحال ديال المده ديال العمليه تقدر تستغرق؟ ان شاء الله نص ساعه نص ساعه ما تفوتهاش. شكرا. Anesthésie locorégionale, c'est une rachie anesthésie. C'est une rachie anesthésie. Quand on a injecté un produit, quand on a l'anesthésie, c'est le tحت ديال الجسم. يعني من لومبيليك لتحت. هي هذا النوع البنج اللي كنديروه في هذه الحالات ديال اللي هما ماشي ولا بحال في السيزاريان الولاد القصاريين. شحال كتستغرق ديال الوقت باش يعاودوا؟ كتبقى قابضه تقريبا ما بين ساعتين ساعتين ونص تقريبا. والمريض كيبقى فايق، المزايا ديالو هو انه المريض كيبقى فايق معنا كيكمل العمليه ديالو، ومن بعد العمليه دغيا كيسترجع الامكانيات ديالو ديال الاكل وديال هذا، وكيبقى دونك فايق معنا ماشي بحال البنج العام اللي كيستدعي احتياطات اخرى ومراقبه. بيرد كونسيونس. هذا هو. هذه عمليه كما شفتوا تبعتوها ديال السيد اللي كندير عمليه سبع مرات على قبل الكانال ديالو ايغيتخال ما كيبوش مزيان من 2008 متبعته 2018 وديما عنده السداد في هذاك الكانال ديالو ايغيتخال. وهذه الطريقه اللي كاينه جديده هذه كتفادى العمليه الجراحيه، العمليه الجراحيه فيها بعض العواقب دوك لي نير دو ليريكسيون ديال النفس وفيها ضرر ما قدرتش تعمل ديال جمرة ثلاثة. هاد الستانت بحال ديال القلب كيداروا كيوسعوا الشرايين، هذا كيدار في الكانال ديال الانبوب من الكيبورد كنعبروا البلاصه اللي فيها الضرر كنحلوها كما كانت العمليه تدار قبل حد. ولكن كان اضافه واحد الستانت كيدير واحد بحال الشفقه كيتوسع الكانال كيبقى الكانال كيبول مزيان كما لاحظتوا في العمليه وسط العمليه ولا كيبول طبيعي ومزيان كيخرج بلا تيو لا بريميدي غادي يخرج بحال غادي يبول سون بروبليم. اذا هادو كلهم عواقب مزيانين وما فيهاش ضرر ويخرج النهار ديالو وديفينيتيفمون إلي كيري دو سا مالادي. اللي كان بخومييغ قبل كان مشكل باش هاد الناس هاد نسبة الناس عندهم مشاكل مسدود ليهم أنبوب باش كيتحل ليهم. انتوما تقدروا بلا شي تشوفوا وقت ما يخرج غادي يبول طبيعي كما الواخر اللي دار نهار الخميس العملية راه كيبول طبيعي دابا ما كاين حتى شي مشكل. هادي أول عملية في أفريقيا. هادي أول عملية في أفريقيا وهادي الثاني دابا اللي درنا اليوم. ودابا الحمد لله رجعت قضية طبيعية روتينية كدوم ميم با 20 دقيقة كما شفتو نتوما.